أما هذا الإشكال الذي سألت عنه، ما المراد بالإنفاق في حديث اللهم أعطي منفقا خلفا؟ الجواب، قال القرطبي رحمه الله كما نقله ابن حجر في الفتح، قال هو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، هكذا قال القرطبي رحمه الله، والعلم عند الله.